صباح الخير البنات، كي صبحتوا؟ كلشي مزيان؟ كلشي وداك؟ ان شاء الله دائما تكونوا بخير وعلى خير، اموركم كلها مزيانه. وليت تنصبح خاسره وعيني مشفوخين، كل حاجه فين شاده النيف قد هكا، عيني مشفوخين. ايوا هادشي اللي عطى الله الساعه. المهم البنات، عرفتي الدري قال لك بغيت البيض، البيض صاحبتي حلم بيه ولا ما عرفتيش. بغيت البيض، بغيت البيض، وجدت ليه البيض ما كلاش، فقصني عرفتي، خلاني نترعب بالعصب. المهم البنات، هنايا وصلني واحد البوست، تنرجع ان شاء الله ونوري لكم شي حاجه لواحد لواحد البنت عزيزه، واحد صاحبتي. المهم انا اختاريت لها هادشي ديالها اللي غادي، المهم ان شاء الله يعجبها. فشغل منهم حاجه ليا ومنهم حاجه ليها، تنرجع ان شاء الله نوري لكم. دابا غنمشيو البنات، شوفوا شنو لبست في رجليا. لبست هذه في السوق البنات، كما قلت لكم ضروري خص تكون الصمت اللور، الصمت اللور لازم لازم، لانه لو وقفك البوليسي نصيحه البنات تيمشيو لك لي بوين الا ما كانوش عندك، كانش عندك الصمطه. واخا تكون صندات الميك كتكون فيها غير الصمطه اللور، باش غدا الطوموبيل تاعها ما كايناش من البارح، لانه كان عندها واحد المشكل ضربات ليه بياسه. غنمشيو دابا ان شاء الله وجدات، غنمشيو للشركه باش ناخذها، لانه بدلوا لها الرويد وداك الشيء صافي. وغدا المهم غنديكم معايا البنات، عرفتي كاين الجو اليوم صوير صراحه زوين. علاش ما كليتيش البيض؟ علاش؟ ها؟ علاش ما كليتيش البيض؟ البيض البيض البيض. ماما طلعتي طلعتي تي؟ المهم البنات، وصلنا هنا للشركه، هو مشى يجيبها لي، قال لي بلا ما تنزلي لانني الحاله ديالتي، قال لي ما غتوصليش العام الجاي. رويده وحده كنت ديجا بحال تقولوا خبشتها، لانه واحد البلاصه كان خارج فيها واحد التطوار ما شفتوش، والضربات باركيت بواحد القنيته. المهم كنت بلاصه الطوموبيله بواحد الطريقه ما زويناش، شوفوا هذا الخط ديال سميتو ضرب لي في الوجه، قلت لكم بلاصتها بواحد الطريقه ما زويناش، فتخبش لي داك الخط، يعني تيكون فيه شويه لو ريسك. وسميتو الرويده الاخرى كانت دارت لي بياسه شي جاجه، ضربات لي الرويده تحلات، داكشي علاش بدلوا لي داكشي كامل. ايوا صافي بات الكاميرا، لانه الشمس عرفتي ضارب لي وجهي تقسم لي داكشي على جوج من هنا. قلت لكم غنمشي ان شاء الله البنات لهذا باش دايره مع واحد السيده باش غادا تلصق لي الشفران. ما نكذبش عليكم، ما كنتش باغا نلصقهم حاليا، ولكن اخر مره كنت نقلب اونلاين في داك الصالونات وداكشي، دابا كلشي ساد ما كاينش اصلا. ولكن هذه خدامه تتمشي بحال هكا تتنقل في الديور، عندها سميتو هنا تيخدموا فريلانس، فريلانس هو اللي مشي كثر. ايوا صافي قلت لكم البنات، فريلانس هي تكوني خدامه ديال راسك وتتنقلي، تقول لها مره فين تمشي، تمشي هنا تحركي هنا هنا هنا، تكون عندك باليزه ديالك وداكشي الماتيريال ديالها. وهنا البنات تخصصات راه ماشي بحال في المغرب، بحال مثلا تلقاي وحده تدير كلشي، الضفار الشفران تدير كلشي. هنا التخصص ديال الشفران بوحدو، التخصص ديال الضفران بوحدو، التخصص ديال الماكياج بوحدو، التخصص ديال الشعر بوحدو، والشعر فيه وفيه صباغه عاوتاني كل حاجه القرايه ديالها الدروس ديالها. المهم البنات قلت لكم درت معاها، كان وحده كنعرفها عندها داكشي واعر، هذه الصراحه غير غنغامر معاها ما كنعرفهاش. يلا قلت لها تجي عندي للدار، قالت لي الصراحه طوموبيلتي خاسره، لا قدرتي تجي عندي الا بغيتي. قلت لها صافي، قلت انا غادي نجي عندك. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات، قلت انا غادي نجي عندك دابا غير ان شاء الله غناخذ طوموبيلتي ومن بعد باش نمشي عندها. البنات يلا وصلت للدار، قال لي غير سيري صافي، لانه ما كاينلاش نبقاو نتسناو انا وياه. صافي انا رجعت للدار مشى يجيب الخبز، قال لي حيتاش باقي الوقت باقي نص ساعه، مشى يجيب الخبز ومن تماك غادي يدخل ارين الحضانه، باقي لي نص ساعه. اش بغيت نقول لكم البنات، عرفتي وليت مخلوعه، وليت تمشي شي بلاصه تنخاف شي تضرني كرشي. بالنسبه للبنات كاينين بعض البنات قالوا لي راه باقي لا تضرك غير المعده، لا البنات هذاك الوجع شي تسمى براكستون هيكس، راه ديجا قلت لكم عليه، قلبوا عليه في جوجل، كتبوه حتى بالعربيه، كتبوا براكستون هيكس راه غادي يطلع لك الشرح ديالها. هذا الوجع تيجي البنات بحال ديال تماما بحال المغص اللي تيقولوا لي المغص
الوجع بحال المغص ديال الولاده، يعني تيكون شي شبيه ليه 100%. فانت شنو تديري ملي تتكاي؟ تتعطي راسك الراحه تيمشي داك الوجع. الا بقيتي تتحرك مثلا تكيتي ودرتي جميع الحوايج اللي هما مريحين وبقى فيك داك الوجع، تنبغي نبارطاجي معكم شي باش بلاتي يعرفوا شنو كاين. بحال قالك اللي حامله اللي ان شاء الله مستقبلا تعرف شنو كاين. قلت لكم البنات ملي تيجيك داك الوجع شنو تيطرى لك؟ ملي تترتاحي تيبقى فيك الوجع، يعني هذا صافي عرفي راسك راك دخلتي في المغص ديال الولاده. اما الا هذا تكيتي ومشى راه تما براكستن هاكس، ولكن في الماشين ديال الوجع اللي مفاش تمشي للسبيطار وتيعبروا لك داك الوجع ديالك تيلقاو تيطلع لهم داك الدبدبات ديال الوجع. ملي كانوا عندك مصارن راه بوحدهم ما يطلعش داك الشيء تما. الا كان عندك داك الدبدبات طالعين تيبخليوك على خاطرك حتى تيديروا لك جميع الحوايج اللي تريحك، تيعطوك باراسيتامول، تيعطوك الدواء، تيعطوك داك الشيء كامل اللي غادي اللي تيكون امن في الحماله وتيشوفوا انه الا مشى لك الوجع راه هي هذيك. ما مشاش تيشدوك حتى تيشوفوا داكشي واش راكم عارفين لي زيتاب دقه دقه حتى يتاكدوا انه راه 100% دخلك الوجع ديال الولاده وصل عليك الوقت صافي، وراه تدعى للضروره انك خصك تولدي. فهذا ما كان البنات، غير بغيت نصحح البنات اللي هما تيصحاب لهم الوجع المعده ولا المصارن. لا الا مشيتي مصارن الا مشيتي للسبيطار تقول لهم مشيتي للمصارن، الا مشيتي للسبيطار دارين لكم مصارن راه تيقول لكم مصارن عندك هذا راه تيقول لك هذا. هذا ما كان البنات، المهم غنمشي نفطر، خصني نفطر والسيده نقول لها صيفط لي لادريس باش نمشي عندها ونشوف هاد الشفار كي غيطلعوا. على الله قلت لها ما ديريش لي كثارين لانه كثارين تيبانوا معيقين ما تيجيوش زوينين في العينين، يعني انا تيغمقوا لي العينين، انا تنبغي شي حاجه خفيفه بحال كيبانوا بحال شفاري غير باش نرتاح منهم وصافي. المهم البنات غادي نوريكم داك الشيء اللي وصلني اليوم. دهاز البنت هذه صاحبتي تنعرفها، يلا تزوجات ولكن باقي ما دارت العرس لا والو. بغيت نعطيها هادشي كادو، يعني هي اصلا كانت تحمقا ديجا شفت الفيديوهات، انني شفت الفيديوهات انه ديجا كيوصلوني بحال الكساويش تشوفني لابسه حكا في عيد ميلاد وهذا من هاد لو سيت هذا. فهادو بغيت نصيفطهم ليها وبغيت نبارطاجيهم معاكم ونوريكم حتى الروابط تقدروا نتوما تاخذوا بحالهم. ذكرت انا حليت الكرتونه ولكن باقي ما حليت الكرتونه ولكن باقي ما قاش داكشي، قلت نحلو قدامكم باقي انا باقي شفتو غير في الصور يعني عزلت داكشي وقلت نحلو قدامكم باش نتوما تشوفوا داكشي كي داير. هنايا غادي نوريكم داكشي اللي داكشي اللي وصلني، نوريكم حاجه بحاجه ولكن ما غنوريكمش البنات فين هما لي ديالي وفين هما لي ديالها، لانه علاش هي غتكون تتفرج فانا ما بغيش نوريها فين هما لي ديالها، يعني غادي تشوف ولكن ما غاديش تعرف فين هما لي ديالي وفين هما لي ديالها. شوفوا البنات هاد الكسيوه هادي، دابا هادشي حتى تيتلبس عا باش غادي يبان. شوفوا هاد الكسيوه هادي البنات نسكم، وهاد الستيل البنات كيفاش تيجي فيه هنايا هاد الفرافر من هاد الشكل بحال هاد الشكل هذا، تجي بحال الكسيوه قصيره ومفرفره من التحت. دابا انا مديوش عليا الفورما الله يجيب مابقات لا فورما لا تحمص. ها انتما البنات، وهنايا على حساب هنايا في الصدر تيجيو هنا شويه مبوقلين باش يلاه تجي هذيك، وهنا في السنسله فيها السنيسله وهذا هو الشكل ديالها البنات. شوفوا شحال غزاله، وهنا فيها هاد السبيطه ديالها لاصقه في النص صراحه راه حمقاتني. شو لتحت ديالها كي داير غزاله. هاد الشيء البنات حتى تيتلبس على باش يبان فيه البنات فيه شي حوايج فنين، يعني كسيوات غزالين ديال العروسه ديال السميتو داكشي غزال. شوفوا البنات هاد الكسيوه هادي كيفاش دايره، هنايا ترونسبارون واخا غتقولوا لي ديال الجو ديال الجو شويه داير، لانه هي البنات كما تقولوا تكاتبات. نرى غنبدا نقر دابا غنبدا نقر وغتعرف فين هما ديالها. المهم تكاتبات ولكن داكشي ديال الصيف، يعني داكشي اللي عزلتو لها انا عزلتو لها شويه صيفي. المهم ما غاديش تعرف اين هما لي ديالها، قلت لكم ما غنقولش صافي. هنا فيها هادو في الكمام ديالها هنايا مزيرين، وهنايا في الكول ديالها بحال هكا فريفرات، كتجي بحال هكا على شكل كسيوه قصيره بحال هكا من التحت بحال هكا. شوفوا كسوه قصيره ومن التحت ديالها هنا تتبين. هادو تقدر تلبسهم في الدار بحال هكا تضيز مع راسها في الدار ما شافها حد. انا بعد هادي حمقاتني فنه. الكسوة التالية هي هادي،
والبلاش دابا راه كاين بلاك فرايدي، راه كاين واحد التخفيض رهيب في هذا الستيت هذا. راه خليت لكم الروابط، كاين كود برومو، كاين كلشي. شحال غزيره، شوف 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 شحال فن هذه، حمقاتني انايا. انا على الكمام، انا على الكمام البنات مجموعين من هنايا. واللي زوين فيها هو انه من التحت، شوفوا الستيل كيفاش دايره البنات، من التحت هنايا فايت الركبه، فايت الركبه تجي على هذا الشكل. نوريكم هنا باش تفهم. دابا انا مع ما نقدرش نقيس هادشي، غيبان لكم في شكل يعني هنا الرجيلات تيبداو يبانوا من القدام قصيره، ومن اللور من اللور تجي بحال هكا طويله. والتوب ديالها غزال البنات، شوفوا كيفاش داير فن. شفتوا مواليه هي هادي، حتى هي تقريبا نفس الكولور ديال الاخرى، غير هو لو ستيل مغاير. هادي من هنايا شبيكه من اليدين ديالها، كتبين شويه، ماشي ما تتبينش بزاف، ولكن تقدر يعني ما تتبين. ها نتوما غير تتبين اليد، تيولي يبان فيها بحال هكا البريو، تجي على هذا الشكل هذا. شوفوا شحال زوين هذا الكولور، تيحمقني عليه. هنايا فيها السنيسله من الظهر. انا البنات شوف مقبوطه من هنايا وطويله. البنات اللي تيبغيو داك الكسيوات مستورين، غير هو من التحت هنا البنات تتجي لاصقه، ولكن فيها واحد الفتيحه، يعني البنات اللي ما بغاوش الفتحه يقدروا يغلقوها، تقدري تخيطيها تجي فتحه بحال هكايا من هنايا فوق الركبه. شوفوا هاد الكولور شحال فن. هادي البنات زوينه، شوفوا كي دايره وسخونين هادو البنات، راه ماشي بالضروره تشوفوا هكا سماطي، تقدري تكوني معروضه لعيد ميلاد بحال كتشوفوهم سماطي تقولي صافي راه ما يمكنش نلبسها. تلبسي هذه وتزيدي على رشوت كيكون فيهم الفرور، تلبسي من الفوق تقدري تجيو زوينين. شوفوا البنات هذه شحال غزاله، هنايا فيها السنسله في الظهر، وهنا فيها هذه من هنايا من القدام، وهذه طويله كتجي بحال ديال الاميرات طويله. شوفوا كي دايره البنات غزاله، بحال هادو تيبينوا الفورمه زوينه. والامتياز اللي فيها البنات هو انه من القدام ديالها، من القدام ديالها هنايا فيه البونج، يعني زايد البونج فيها في النوار. هذه الصراحه الشكل ديالها كما تيقولوا منضبطه. وهنايا فيها هاد السميطه هذه من هنايا، وهذا الشيء دابا واخا نقيسو لكم راه ما يجيش قدي، داكشي علاش تنوريكم غير بحال هكا. لي زوينه البنات كلاس ومستوره كلها مجموعه، شو ما فيهاش شي حاجه اللي زعما واخا تكوني محجبه وهذه تقدري تلبسيها. شفتوا هنا البنات فنوا في هذه السميطه هذه من هنايا بحال هكايا غزاله، هذه صراحه تتحمق. شو كي دايره البنات فنه، والتوب ديالها شي حاجه اللي كما تيقولوا ثقيله زوين. ما كان بالنسبه لكسيوات البنات تقدروا تاخذوهم كما قلت لكم، تاخذوهم اللي الروابط ديالهم لو بغيتوا تشوفوا بحالهم راه كاينين لتحت في صندوق الوصف. تخيلوا معايا البنات انا دابا غاده شدني الضحكه وحق الله غزيزي، قلت لكم غاده وباختي رسنو قال لي غنوريك الطريق، هو جا معايا هو باغي غير يجي معايا، لانه فهاد الشيء بحال هادشي راه تيكون شويه لو ريسك، بعض المرات تيقدروا يكونوا الله يستر ما تعرفي شنو، تقدر تكون عصابه، تقدر تكون اي حاجه تقدري توقعيها. فجا معايا هو قدامي قال لي، لانه ما جاوبات الصراحه فقساتني هاد السيد اللي دايره معاك قلت لكم على الشفران هو باختيار شتو البنات، قلت لكم قالت لي انا غادا نسميتو، قالت لي جوج ونص، قلت لها واخا، درت لها خاطر رغم انني قلت لها جوج، شويه قالت لي ثلاثه، قلت لها واخا، قالت لي السيده ثلاثه ونص، قلت لها ما نقدر تسمحي لي راه انا عندي ما يدير، نبقى نزيد كل ساعه نص ساعه. فدخلنا الشك شويه، هو اش دار؟ قال لي انا غادا نورك اتبعيني نورك هذا، حيت اريم باقي ما غاديش يخرج، هو راه غير خاف ما بغاش يبين، فوجا معايا. ايوا على الله تكون هي، انا دابا تنتسنى ونشوفوا شنو هو، ندق عليها في الدار. حنا لادريس ولكن لقيناها غلط، السيده كتباتها بالزربه ولا ماعرفتش. دابا الناس هنا ماشي بغاوش يعطوك لادريس على اتساع، يعني حتى مع الرونديفو لانهم تيخافوا. فالمهم دابا غنمشيو بعدا الحمد لله عرفتي تخلعنا. شوفوا الزهر انه طحنا على واحد الدار عرفتي فيها، شبعانه شماكريه شبعانه شماكريه، قال لي شتي ها فين جايه، جاب الله بعدا جاوباتني. تخيلوا معايا الانترنت عندي وقفات
ناري الطريق مسدودة، الانترنت عندي وقفات. ايوا صافي قلت لكم الانترنت وقفات، انا تنسحب ما عاودتش جاوبات، هي راه جاوباتني بشي 5 دقائق صراحه، درت لي العصاب شو ما بقاش عندي الخاطر، وليت منرفزه. البنات يلا خرجت من عند السيده هذه، الصراحه مرتاحيتش لا نكذب عليكم، عرفتي تعصبت شدني واحد العصاب، لانها السيده تتبان لي الله تعلمات ودارتهم لي الصراحه كثارين. انا قلت لها ما ديرهمش ليا كثارين، تنحس براسي في الشطابه فوق عينيا دابا غير مع الظلام، ولكن الصراحه قلت لها ما ديرهمش ليا زعما كثارين، بغيتهم خفافين ديال الروسيات يكونوا خفافين. هي كثرات عرفتي دارت لي داكشي، كنقول لها بركه هما جاوا زوينين، ولكن لو خلاتهم خفافين تيبانوا ناتوريل. هي دارتهم لي كثارين بزاف لانه حلات فشي بلايص فبدات تشارجي، داكشي علاش الواحد ديما يمشي عند شي حد تيعرفو. انا في الزربه وما تنقدرش نصبر، هادشي علاش. فداكشي علاش السيده صراحه ما عجبتنيش الخدمه ديالها، نكذب عليكم خاصني نصبر عليهم 3 سيمانات عبيتي تحيدوا. ايوا هادشي اللي كاين البنات. المهم حيدنا الشوق ديالنا من الشفران، نقدر نقص منهم، نقدر نقصهم من الفوق، ولكن ما بغيش نفسد ليهم الستيل ديالهم البنات، داكشي علاش. اما راه نمشي للدار غنقص منهم، غندير لهم واحد الستيل باش هنا يكونوا ناقصين، لانه نورمال هنا يداشهم طوالين باش ما بقاوش عندها الشفران، والله اعلم هنا اللي غيشوفني باختيار هكريات غتشتي. ايوا هذا مكان البنات، بغينا نفرحوا راسنا استعاف قصاتنا باش ما كملت لينا الفقايس. ايوا هادشي كاين البنات، دارتهم ليا طوالين بزاف الصراحه، هما جاوا زوينين ولكن طوالين بزاف. دخلني الوسواس دابا ما غنحيدش من قدام المرايه.